بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الرابع. درسنا الرابع هو تكملة وإضافة للدرس الثالث، حيث نحاول تكملة الدرس الثالث من خلال تطرقنا لموضوع العلوم الاقتصادية. لقد قلت في السابق حسب قاعدة الاقتصادي الأمريكي ألفريد مارشال، إن الاقتصاد يفحص ذلك الشطر من النشاط الفردي والجماعي المخصص أساسا للحصول من خلال استعمال الشروط المادية على الرفاهية والراحة. يمكننا استخلاص من هذه القاعدة أن العلم الاقتصادي هو معرفة الظواهر الاقتصادية المسيرة حسب الطريقة الاختيارية، أي أن الظواهر الاقتصادية هي الظواهر التي يمكن ملاحظتها والتي من الممكن قياسها. هذا شيء جد مهم. الظواهر الاقتصادية: الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع، هي ظواهر أساسية تؤثر على بعضها البعض ومن الممكن ملاحظتها وقياسها. الظواهر التي لا يمكن قياسها ولا يمكن ملاحظتها لا تؤخذ بعين الاعتبار في الدراسة الاقتصادية. Les phénomènes économiques qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas mesurer, ne font pas partie du champ économique. لأن العلم الاقتصادي له قواعده، له أسسه. كيف يمكننا أن نتكلم عن ظاهرة اقتصادية يتعذر علينا ملاحظتها وليس لدينا وسائل لقياسها؟ لذا فالظواهر الاقتصادية يمكن ملاحظتها ويمكن قياسها. sont observables et mesurables. les phénomènes économiques sont mesurables et observables. ثم يبحث الاقتصادي من خلال ملاحظته للوقائع إلى استخلاص تسلسلها وارتباطها الجدلي الموجود بين مختلف فئات الوقائع، وذلك لهدف الوصول إلى استخراج قاعدة تشرح وتتنبأ التغيير المستقبلي. نلاحظ كيفاش الآن بدأنا نتطرق في عمق الاقتصاد. هناك ارتباط جدلي بين الظواهر الاقتصادية، دي كوز ا ايفي، دي ريلاسيون دو كوز ا ايفي، بين الانتاج، الاستهلاك، التوزيع. لازم نعرف تسلسل هذه الظواهر وكيفية وقوة الارتباط فيما بينها حتى يمكننا فهم هذه الظواهر، فهم الارتباطات، ونصل إلى استخراج قاعدة تشرح لنا هذه الروابط وتسمح لنا بالتنبؤ، أي بالمستقبل، حتى لا نتفاجأ في ما يحدث في التغيير المستقبلي.
هذا هو مجال الاقتصاد، هذه هي الأهمية في الاقتصاد، هذا ما يهمنا في موضوع العلوم الاقتصادية. لهذا فإن الاختصاصيين يعتبرون أن موضوع الاقتصاد هو قريب من موضوع العلوم الطبيعية. L'objet de l'économique est proche de l'objet des sciences de la nature. حيث أنه يدرس الظواهر المادية ويبحث في خلق مناصب الشغل الضرورية لسد الحاجات البشرية. يبحث في خلق مناصب الشغل لسد الحاجات الضرورية للبشرية. لهذا إن الاقتصاد لا يأخذ بعين الاعتبار خاصيات الأشياء ونوعيتها الظاهرية كما لا يعتبر قيمتها الجمالية أو الفكرية. حتى نكون أكثر وضوح، نولي اهتمام إلى ما أقوله الآن. إن الاقتصادي يبحث عن تحديد العمليات أو النشاطات المادية المرتبطة بمختلف أنواع الاحتياجات والموارد الممكنة لتسديدها. ومن هنا نقول هدف دراسة الاقتصادي هو الوصول في نهاية الأمر إلى تحديد التوازن بين الاحتياجات والموارد وبين الإنتاج والاستهلاك. أعيد هذه الخلاصة لأنها جد مهمة. إن الاقتصاد أو إن الاقتصادي الإيكونوميست يبحث عن تحديد العمليات أو النشاطات المادية المرتبطة بمختلف أنواع الاحتياجات والموارد الممكن لتسديدها. بعبارات آخر، هدف دراسة الاقتصاد هو الوصول في نهاية الأمر إلى تحديد التوازن. دونك ليكونومي شيرش ليكيليبر بين الاحتياجات لي بوزوان والموارد لي ريسورس وبين الإنتاج لا برودكسيون والاستهلاك لا كونسوماسيون. العلم الاقتصادي هو البحث عن التوازن بين الاحتياجات والموارد التي تسمح لنا بسد هذه الاحتياجات وبين الإنتاج والاستهلاك. وهذه هي القواعد الأساسية التي من الممكن أن نولي لها اهتمام أيضا كبير وكبير جدا. إن الاقتصاد هو أيضا عمل بشري إنساني الذي لا يمكن أن يتجاهل أهدافه الذاتية، وإن الاقتصاد هو دراسة القيمة. لاحظوا معي كيف تدرجنا. الآن أصبحنا أن نتكلم عن دراسة القيمة، لأن هذه الدراسة تقترح تحديد وتنبؤ لعبة لجو لعبة الظواهر الاقتصادية لهدف تحسين ظروف العيش. هذه اللعبة هي في حد ذاتها حصيلة أو نتيجة قرارات المتعاملين الاقتصاديين، وذكرناهم، هي ثلاث فئات: الأسر والمؤسسات والإدارات.
توجه أو تغير هذه توجه أو تغير هذه القرارات حسب المقتضيات القانونية أو الإدارية والبسيكولوجية والسيكولوجية بكل بساطة. وهنا خلاصة: مجموعة المؤسسات الإدارية والقواعد التي يبنى عليها إطار النشاط الاقتصادي تشكل ما يسمى بالنظام الاقتصادي. معناتها كي ندرس مجموعة القوانين التي تضبط النشاط الإداري، نقوله ونستخلص، قال هذا نمط اقتصادي رأسمالي، هذا نمط اقتصادي اشتراكي، هذا نمط اقتصادي مزدوج، هذا نمط، هذا نمط، إلى آخره. القوانين هي التي تعطي صفة النظام الاقتصادي، لأن هذه القوانين هي التي ترتب وتنظم العلاقات بين النشطاء الاقتصاديين، أي بين الأسر والمؤسسات والإدارات وهكذا. لهذا نقول أن الأنظمة الاقتصادية التي سنتطرق لها في المستقبل وبأكثر تفصيل: واحد، اقتصاد السوق، وهو أقدم أنواع الاقتصاد، هو الأول، والذي من خاصياته الأساسية نذكر اثنان، هما الملكية الخاصة لمعاون الإنتاج، la propriété privée des moyens de production. ثانيا، حرية تعامل النشاطات الاقتصادية، liberté d'exercice des activités économiques. كون يقولوا لك أعطينا أسس اقتصاد السوق، تقول اولا الملكيه الخاصه لوسائل الانتاج او معاون الانتاج، لا بروبريتي بريفي دي موان دو برودكسيون، وحريه التعامل فيما يخص النشاطات الاقتصاديه، دونك لا ليبرتي ديكسيرسيس دو لاكتيفيتي ايكونومي. اما النوع الثاني من الاقتصاد فهو الاقتصاد الاشتراكي، الذي هو مبني على، إذا أعطينا فقط خاصيتين، الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. شوف، في الاقتصاد السوق ليكونومي دو مارشي سي لا بروبريتي بريفي، أما في الاقتصاد الاشتراكي ليكونومي سوسياليست في لا بروبريتي اي بوبليك، عمومية، وسائل الإنتاج تمتلكها الدولة. أما الخاصية الثانية للاقتصاد الاشتراكي هي مراقبة النشاط الاقتصادي من قبل الدولة. الدولة هي التي تراقب الاقتصاد. يقام حسب هذه الأنظمة الاقتصادية الحكم على أهمية وقيمة القوانين التي يمكن للاقتصاد استخلاصها من ملاحظته للوقائع. نقول أن هذا الاقتصاد هو أحسن من ذلك الاقتصاد، الاقتصاد السوق أحسن من الاقتصاد الاشتراكي، إذا كان يعطي نتائج اقتصادية مالية أحسن. ونقول أن الاقتصاد الاشتراكي هو أحسن من الاقتصاد الرأسمالي، إذا كان يعطي موارد مالية وفوائد أحسن. إذا نحكم عن النظام الاقتصادي من خلال نجاعته وفعاليته، ولا نميز عن الاقتصاد، لا يميز بين الأنظمة الاقتصادية إلا على أساس نجاعة الاقتصاد وسد الاحتياجات التي يطلبها السوق. لهذا سنعطي أيضا لمحة خاصة عن ما هو النشاط الاقتصادي حسب رسم بياني بسيط يبين الظواهر الاقتصادية: الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع، وما تقوم به فئات من المتعاملين الاقتصاديين اللي تكلمنا عليهم: الأسر، المؤسسات، الإدارات، وما هي العلاقة بينهما.
وستجدون هذا الرسم البياني في الصفحة 14. تجدون هذا الرسم البياني في الصفحة 14. ثم هناك رسم بياني آخر يميز بين ما قلناه الآن الأنشطة الاقتصادية أو الأنظمة الاقتصادية، وميزنا بين اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي المخطط، وقلنا أن اقتصاد السوق فيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وحرية للنشاطات الاقتصادية، أما الاقتصاد الاشتراكي فقلنا الملكية العامة لوسائل الإنتاج ومراقبة النشاط الاقتصادي من قبل الدولة، أي التخطيط هو مركزي، وهذا ما يسمى بالأنظمة التي تحكم على أهمية قيمة القوانين المستخلصة من ملاحظة الظواهر الاقتصادية على أساس ما تم ذكره سابقا. وهذا الرسم البياني موجود في الصفحة 17، أعيد، في الصفحة 17. فلننتبه جيدا إلى الصفحة 14 والصفحة 17. أما ما يخص المعطيات الأساسية للنشاط الاقتصادي، سنتطرق لأهم ما هو موجود أو ما يدور حول الظواهر الاقتصادية التي ذكرتها: الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع، ثم الآليات الاقتصادية، حيث سنحلل الدور الذي تقوم به المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية، عمومية كانت أم خاصة، الأسر والإدارات، ما يقوم به المتعاملون الاقتصاديين من نشاط اقتصادي. الآن فيما يخص النقطة الأخيرة في هذا الدرس الرابع، فهي التقنيات الاقتصادية، التكنيك إيكونوميك. لقد خلصنا إلى اعتبار أن العلم الاقتصادي هو دراسة عامة للظواهر الاقتصادية التي حسب ميدان البحوث تنقسم إلى فرعين أساسيين، وحد الفرع الأول تقام في بعض الأحيان دراسة على مستوى الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الدولي، وهنا نعتبر هذه الدراسة بالاقتصاد العام. نقول ça c'est de l'économie publique. إذا تعلق الأمر بأن مستوى الدراسة ولا l'économie nationale c'est une étude d'économie nationale، إذا كان مستوى الدراسة على مستوى الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الدولي، أما إذا كانت الدراسة تؤسس على مستوى فئة أو مجموعة متعاملين اقتصاديين تتشكل على وجه الخصوص من المؤسسات، ففي هذه الحالة نتكلم عن اقتصاد المؤسسة. وقلنا عندما نتطرق للدراسات على مستوى الاقتصاد الوطني فالمنهجية المتبعة والقواعد التي نرتكز عليها فهي قواعد تحليل اقتصادي كلي، les règles sur lesquelles on se base
pour l'étude de l'économie nationale, ce sont les règles de la macroéconomie. أما على اقتصاد المؤسسة فهي قواعد اقتصاد الجزئي، دونك لا ميكروإيكونومي. داخل كل فرع من هذه الفروع التابعة للعلوم الاقتصادية تتدخل عدد من التقنيات، إما لمساعدة الاقتصاد في بحوثه، وإما لتطبيق نتائجه على الحالات التي تمت ملاحظتها. وهنا يتعلق الأمر بالتقنيات الاقتصادية، أي أن الاقتصاد الكلي التي يهتم بدراسة الاقتصاد الوطني فهناك تقنيات خاصة به، وما يتطرق لدراسة اقتصاد المؤسسات فهناك تقنيات أخرى. ولهذا نقول أن تقنيات الاقتصادية هي تقنيات الاقتصاد العام وتقنيات الاقتصاد الخاص. من هنا نستخلص أن الاقتصاد العام يرتكز على المحاسبة القومية، دونك لا كونتابيلتي ناسيونال، والتقنيات الإحصائية والرياضية التي تشكل ما يسمى بالاقتصاد القياسي. الاقتصاد القياسي لا ليكونومتري، ايكونومتري. أما اقتصاد المؤسسات فيرتكز على المحاسبة العامة، دونك لا كونتابيليتي جينيرال، وما يتفرع عنها من محاسبة تحليلية لا كونتابيليتي اناليتيك، ومحاسبة معمقة لا كونتابيليتي ابروفوندي. ويرتكز ايضا على تقنيات التنظيم وتقنيات الميزانية، دونك لي تكنيك بوجيتير. ان هذه التقنيات سواء كانت على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى الاقتصاد الجزئي، إن معرفتها هي ضرورية للاقتصاد المعاصر. لهذا تجدون في الصفحة 19، أقول 19، رسم بيان ملخص حول التقنيات الاقتصادية، أي الاقتصاد العام، وهناك سهم يوضح يرتكز على المحاسبة القومية، التقنيات الإحصائية والرياضية، الاقتصاد القياسي. أما اقتصاد المؤسسة وهي التقنية الثانية من التقنيات الاقتصادية فترتكز على المحاسبة العامة لا كونتابيليتي جينيرال، والتحليلية دونك لاناليز فينانسيير، والمعمقة لا كونتابيليتي ابروفوندي، وتقنيات التنظيم اي كل ما يدور بالمانجمنت، وتقنيات الميزانية اي ما هي البيلان وما يشبه ذلك من تقنيات محاسبة. وهذا هو ملخص الدرس الرابع. إذن تصفحوا الصفحة رقم 19 للتمييز بين التقنيات الاقتصادية أي الاقتصاد العام واقتصاد المؤسسات، نلتقي إن شاء الله في الدرس الخامس الذي سيتطرق للنشاطات الاقتصادية. شكرا لكم وإلى اللقاء في الفرصة القادمة بحول الله.